ما تيجي نبايع ها ونقول له يا رسول الله ويا رب احنا على العهد اللي تركه محمد. بيقولوا محمد مات خلف بنات. لا محمد خلف جيل النصر المنشود اللي هو احنا وانتوا. قولوا امين. وننشد كلنا بصوت واحد كلنا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. نحن الذين بايعوا على الهدى. نحن دعاة الله ابطال الفدا. انا اذا شرت مصباح الهدى أو إننا نار على كل العدا. إنا إذا ما شئت مصباح الهدى أو إننا نار على كل العدا. لله نحيا ولنمت في حبه ولنقف إثر المصطفى وصحبه. كل شيء قد غدا في جنبه شيء يسير من لدن رب الهدى. نحن الذين بايعوا على الجهاد ما بقينا أبدا. خلي ده آخر العهد وخلوا ده آخر الكلام. أدعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم. قولوا أمين بجمعتنا دي وبعددنا ده وبقعدتنا دي. أنت جاي مع والدتك؟ عشان ده ولد برضه أمك. وبقعدتنا دي يجمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. والدول اللي نصر بقلوبهم وبعهدهم وبنواياهم. ولو أحيانا ربنا ما متناش وشفتكم تاني لما ما قامتش بقى والمسيح الدجال ما جاش عشان الدنيا بايظة الأيام دي. ألقاكم وأقول مين فيكم بقي على العهد؟ نقول له إحنا يا رب. ارفعوا إيديكم بقى وقولوا ربنا. احنا يا رب اللي ننصر الامه بيكم.